أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوا، الحلقة رقم 70. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهارده هنشوف الحلقة بتاعتنا عبارة عن ريفيجن عن القصة المكررة على الصف الثالث الثانوي The Prisoner of Zenda، وهنبدأ نتعرف مع الضيوف بتاعتنا ونبدأ الحلقة بتاعتنا. مساء الخير مستر نبيل. مساء الفل يا مستر أحمد. مساء الخير مستر خالد. مساء النور يا مستر. مساء الخير مستر خالد. مساء الخير مستر احمد. مستر صلاح. مساء الخير. مساء الفل مستر احمد. مستر رمضان. مساء الخير مستر احمد. مساء الخير مستر محمد. جود افترنون مستر احمد. شرفتونا ومشرفينا كالعاده، ونبدا الحلقه بتاعتنا عاملين ريفيجن على القصه ذا بريزنر اوف زندا. نبدا نشوف الاسئله مع بعض. نبدا مع مستر نبيل بكير. نشوف مع بعض كده بيج نمبر 1، الصفحه رقم 1 مع مستر نبيل بكير. عندنا هنا هنبدا بالاسئله اللي هي critical thinking. مستر نبيل بكير، كويشن نمبر 1 بيقول لي وات از ذا مورال ليسون اوف ذا ستوري؟ اوكي، ده فيري امبورتنت كويشنز، الاسئله بتاعت امتحانات بيجي باستمرار. وات از ذا مورال ليسون اوف ذا ستوري؟ ايه العظه او الدرس اللي بناخده من القصه؟ احنا بناخد من القصه دروس كتير جدا جدا، ولا كانت تبقى قصه يوسلس مالهاش لازمه لو ما فيش مورال فيها. نمبر 1 بناخد من القصه موراليتي، موراليتي اللي هي العفه والطهاره والشرف، اونستي الامانه، لويالتي الولاء، بلونجنج الانتماء، اونستي الامانه، بوزيشن ان سوسايتي هاز ريسبونسبيلتيز، اي مركز ليك في المجتمع له مسؤوليات. all people with or without a position in society had a duty to help other people. besides it is not your right to take something that belongs to other. مش من حقك تاخد حاجه بتاعت غيرك. دي دروس كتير قوي، morality honesty loyalty belonging الى اخره. جميل مستر نبيل. شوف مع بعض question number 2 بيقول ايه؟ If you were Rassendyll, would you prefer to travel to Rotania or to stay in England to do useful work and why؟ تمام مستر احمد، بيقول لنا if you were Rassendyll، لو انت كنت مكان Rassendyll، would you prefer to travel to Rotania؟ هتفضل تسافر روتينيا or to stay in England، او تقعد في انجلترا to do useful work، تعمل شغل مفيد. why؟ قلنا قبل كده اسئله critical thinking بتعتمد على ان تجيب لي زي مستر خالد قبل كده تجيب لوجيكال ريزون، سبب لوجيكال منطقي، وبص في بيمشي في الامتحان. يعني انا ممكن اقول اي او لا. يعني انا if I were Rassendyll would you prefer to travel to Rotania or to stay in England to do useful work؟ انا ممكن اقول انا if I were Rassendyll I would stay in England. why؟ to prepare myself well for the new job، عشان اجهز نفسي للوظيفه الجديده. so to work for Sir Jacob Burdell who is going to work as an ambassador in 6 months time. ممكن برضو if I were Rassendyll I would stay in England to stay in England to do something useful so as to benefit people. Rassendyll طبعا enjoy، بتمتع ب a lot of skills. he should make the best use of them so as to benefit other people. أنا بكلم، أنا multilingual، بتكلم لغة كويس، أنا good with a gun، أنا لازم أفيد الناس. ممكن أقول if I were Rassendyll I would travel to Rotania so as to attend the coronation. It was an important occasion، دي مناسبة مهمة جدا جدا، eventful، حافلة full of great events، مليئة بالأحداث العظيمة، ليه ما أروحش أستمتع؟ فأنا حر. جميل مستر نبيل. شوف مع بعض question number 3 بيقول إيه؟ Do you think that the innkeeper's daughter was right to apologize to Rassendyll, the pretended king, although she wasn't mistaken and why؟ تمام، سؤال جميل. Do you think that the innkeeper's daughter، هل تعتقد إن الدوتر بتاع الانكيبر صاحبة الإن was right، على حق to apologize، تعتذر to Rassendyll the pretended king، الواحد بيدعي إن هو كينج، although she wasn't mistaken، برغم إنها ما أخطأتش. why؟ أنا in a word أختصر الإجابة في كلمة واحدة بس. kings should be spoken to politely. I think that she was right to apologize. She thought that she might have done something wrong. That's all. جميل مستر نبيل. ننتقل لمستر خالد عطية ونشوف مع بعض بيج نمبر 2. مستر خالد، question number 4 في بيج نمبر 2 بيقول ايه؟ What have you learned from the prisoner of Zenda؟ تمام. أنا بس كنت حابب أوجه رسالة لأولادنا الطلبة كلهم إن زي ما قال مستر نبيل تاكيدا لكلامه تتعدد الاجابات يا جماعه، ممكن يبقى في كذا اجابه صح. اهم حاجه ما تستعرضش عضلاتك او تكتب كلام صعب تبين ان انت يعني قوي في اللغه وكده، لا خليك كده ستيك تو ذا بوينت، خليك هات الحاجه البسيطه جدا تمام وعبر، ولو الكلام لوجيكال زي ما مستر قال منطقي خلاص الاجابه بتبقى صح. السؤال الرابع بيقول What have you learned؟ مستر احمد بيسالنا بيقول لنا اتعلمت ايه من القصه دي؟ هنا اي اجابه هنا منطقيه زي مثلا يمكن دي ما لحقناش نقولها عشان ده كان اخر شابتر او اخر شابتر اتلغى عليك، كان في جمله ببساطه خالص بتقول We should help people if we can. لو نقدر نساعد الناس نساعدها، وده اللي عمله مين؟ راسندل، وده the most important moral اللي هو helping people if you can، لو تقدر تساعد الناس مفيش مشكله. وزي ما قال بقى مستر نبيل في حاجات كتيره honesty loyalty الاخلاص والامانه bravery الشجاعه تمام؟ اي اجابه من دول هتبقى لوجيكال انسر. طبعا ممكن ازود مثلا the importance of work اهميه العمل، واتعلمنا كمان مثلا responsibility المسؤوليات. This is the answer مستر احمد. اوكي مستر خالد، نشوف مع بعض question number 5 بيقول لي do you think that Rassendyll could have been king forever and why؟ طيب مستر احمد هنا بيسالنا وبيقول لنا هل راسندل كان ممكن يبقى ملك forever للابد يعني؟ هنا اعتقد ان مش هينفع، هقول I don't think so، ما اعتقدش ذلك. ليه؟ طبعا احنا شايفين الصراع اللي بين مايكل والملك، فاكيد مايكل ودولوس فولو هيم كان هيتنوا على طول وراه. ليه؟ He wanted to kill him to take the crown، عشان عايز يقتله يستولى على العرش، فعشان كده راسندل would never be safe، عمره ما كان هيبقى في امان. طب افرض راسندل نفسه حابب يبقى كده؟ لا، راسندل didn't like to be a king، ما كانش اصلا عايز يبقى ملك. ليه؟ This is not fair، لان ده مش عدل. Okay. He just wanted to save the king, restore the crown. هو بس كان عايز يساعد الملك في استرداد العرش. That's the answer. جميل مستر خالد. شوف مع بعض question number 6 بيقول ايه؟ What do you think might have happened if Antoinette had plotted against Rassendyll؟ طيب هنا السؤال يا جماعة number 6 بيقول لي مستر أحمد يا ترى هيحصل ايه لو كانت أنطوانيت تأمرت ضد راسندل؟ انتوا عارفين طبعا السمر هاوس لما بعتت له الليتر وكده وجي she told him about Michael's plan to get rid of him and the king too، قالت له خطة مايكل للتخلص منه هو والملك. فبيقول ايه بقى السؤال؟ افرض هي تأمرت ضده كان ايه اللي هيحصل؟ هنا في الوقت ده راسندل would be killed، كان هيتقتل. نتيجة قتله هيحصل ايه؟ The real king would be killed or imprisoned، هيتنه محبوس او يتقتل. نتيجة كده هيحصل ايه؟ مايكل would take the crown، مايكل كان هيستولى على العرش and would be illegally the king of Rotania، وهيبقى بشكل غير شرعي تمام؟ لأن مش المفروض إن هو يبقى ملك، لكن ساعتها شرعا هيبقى مظبوط، هيبقى ملك روتينيا. أو ممكن أقول افرض حد قال راسندل wouldn't escape، ما كانش هيقدر يهرب and he might be killed، فكان ممكن يموت. تمام، إحنا قلنا أي إجابة لوجيكال أنسر منطقية is correct، تمام؟ That's the answer I think. جميل مستر خالد. ننتقل لمستر خالد عبد الهادي ونشوف مع بعض بيج نمبر 3. السؤال نمبر 7 بيقول ايه مستر خالد؟ Which character in the story do you like most and why؟ طبعا نحب برضو نقول لطلبتنا The Prisoner of Zenda آخر سنة بتدرس لك السنة دي. القصة جميلة شيقة سهلة تقدر تضمن درجتها آخر السنة. حتى لو قريت تفاصيلها بالعربي وقدرت تعمل reasonable answer إجابة معقولة تقدر تجاوب. سؤال مستر أحمد سؤال مهم جدا وسؤال open question مفتوح لينا، بيقول لنا which character in the story do you like most and why؟ أنهي شخصية في القصة بتحبها وليه؟ هنا بقى أنت ممكن تختار شخصيات معينة، أهم حاجة تكون من الشخصيات اللي هي الجود مش الإيفل، الشخصيات اللي هي الخيرة مش الشريرة. يعني مثلا ممكن واحد يقول I admire مثلا Princess Flavia why؟ because she is patriot، هي وطنية جدا، she is loyal وفية جدا، she is brave شجاعة جدا، she promised Rassendyll to be the queen، وعدت راسندل انها تبقى الملكه if it is necessary لو كان ضروري بالنسبه لها. ممكن واحد يقول لها مستر طب انا هختار راسندل I admire his character، معجب جدا بشخصيته، he was brave، he became responsible، he was able to sacrifice his life to save the king to prevent Duke Michael to be the king، كان شجاع كان مخلص كان شجاع كان قوي جدا، كان جاهز انه يضحي بحياته عشان خاطر ان هو ينقذ الملك من اخوه ديوك مايكل ذا ايفل مان. راسندل طبعا ليه مواقف كتير تقدر تتكلم عنه. ممكن واحد يقول يا مستر انا هختار سبت واي because Sept is very loyal to the king. كان وافي جدا للملك. He was the brain of the story. كان هو العقل المدبر في النوفل. He was the one who put the plan. هو الوحيد اللي حط الخطة to save the crown. إن يقدر ينقذ بيهم الكراون التاج من دوك مايكل and prevent him to be a king. فهنا السؤال اوبن قوي مستر أحمد، والطالب يقدر يختار ويدينا شخصيات كتيرة ويدي ردود وتفسير، واذا كانت اكسبتبل بيقبلوها على طول. جميل مستر خالد. شوف مع بعض question number 8 بيقول What do you think might have happened if the king had given more care to the poor Ruritanian؟ مستر أحمد هنا بيسألنا سؤال برضو من الأسئلة الواضحة الجميلة قوي اللي بيقول لي What do you think might have happened؟ تفتكر إيه اللي هيحصل لو كان الملك اهتم بالشعب بتاعه؟ هيحصل إيه؟ طبعا people would have supported him، كانت هتأيده. They wouldn't have supported Duke Michael، ما كانوش هيأيدوا دوك مايكل. As the old woman أو the inn owner did، زي ما الست صاحبة الفندق عملت وقالت يعني الملك He spent most of his life abroad، عايش معظم حياته بره. We don't even know how he looks like، احنا مش عارفين حتى شكله ايه. We like دوك مايكل، بنحب دوك مايكل. He cares about us، he cares about the poor، بيهتم بالفقراء. طبعا لو حصل والراجل الملك ده الاخ الملك بتاعنا اللي هو رودولف ذا فيفث كان قدر يهتم بالشعب بتاعه، طبعا they would have supported him and they wouldn't have supported Duke Michael at all. This is number 8. شوف مع بعض question number 9 بيقول لي What did Sept mean when he said about Michael's men? We have got them. سؤال مستر أحمد بيقول لنا سبت كان قصده إيه لما قال على دوك مايكل ورجالته We've got them. لازم تبقى فاهم السيتويشن والموقف بتاع السؤال ده. إيه we have got them؟ يعني إحنا سيطرنا عليهم، إحنا خلاص تحكمنا فيهم، إحنا ما يقدروش يقولوا أي حاجة. إمتى الموقف ده حصل؟ لما كانوا في الهانتنج لودج وكانوا رايحين وفوجئوا ان الملك was kidnapped، وحاول سبت ان هو يقنع راسندل by any way، باي طريقه to come back to complete playing the role، انه يرجع يكمل دور الملك. ساعتها راسندل كان رافض وقال له someone sure will recognize me or will realize that I'm not the real king، ان انا مش الملك الحقيقي. سبت رد عليه قال له الجمله دي we have got them، احنا سيطرنا عليهم. قصده ايه بقى؟ قصده يقول دوك مايكل and his men cannot say، ما يقدروش يقولوا that Rassendyll is not the real king، مش هو الملك الحقيقي. ليه؟ because they would admit، هيبدأوا يعترفوا that they kidnapped the king، ان هم خطفوا الملك and killed his servant، وقتلوا الخادم بتاعه. فعشان يقول ده مش الملك التانيين الناس هتعرف، فبيبول would know، فطبعا صعب جدا ان هم يعترفوا. عشان كده قالوا we have got them، احنا سيطرنا عليهم. يعني بمعنى اصح خد بالك لو جالك سؤال يقول لك دوك مايكل هذا كريبل تانج، في الموقف في الكورنيش دوك مايكل حصل له لسانه بقى كسيح، مش قادر يقول، شايف ان ده مش اخوه بس مش قادر يقول. ليه؟ because people would know that he kidnapped the king and killed his servant. That is the answer مستر أحمد. جميل مستر خالد. ننتقل لمستر صلاح عبد الله ونشوف مع بعض بيج نمبر 4. أول سؤال عندي في بيج نمبر 4 question number 10 بيقول مستر صلاح What were the strengths and weaknesses of Rudolf Rassendyll؟ يا جماعه السؤال مستر احمد بيقول لنا ان رادولف راسندل عنده نقاط قوه سترينسن وكمان عنده نقاط الضعف. زي كل شخصيه رادولف راسندل، زي كل شخصيه وكل بشر عنده نقاط قوه ونقاط ضعف. السترينسز يا جماعه هنا نقاط القوه اللي موجوده عند رادولف راسندل ان هو هي ووز انتليجنت، كان شخصيه ذكيه، بريف، اونربل اند كومباشنيت. يعني هو كان شخصيه ذكيه وكان شجاع طبعا، وكان يتمتع اونربل بالشرف طبعا، وكان كومباشننت يا جماعه اللي هو كان رؤوف او رحيم بالناس اللي موجوده او بيتعامل معاها. وزي كل الناس كان عنده نقاط طبعا ضعف. زي ايه؟ he didn't believe in the importance of work، ما كانش ابدا بيعتقد او يؤمن باهميه العمل، وطبعا دي نقطه ضعف كبيره جدا عنده. وكمان نقدر نقول يا جماعه ان he wasn't ambitious، ما كانش طموح، ما كانش عنده طموح معين حطه علشان يقدر يحققه او يوصل اليه. يبقى دي نقاط القوه والضعف عند شخصيه راسندل. جميل مستر صلاح. شوف مع بعض question number 11 بيقول لي why do you think that Rassendyll says that a pretending king's life is harder than a real king's؟ السؤال يا جماعه بيقول هنا ان حياه الشخص اللي بيقوم بدور الملك a pretend king's life أكثر صعوبة من حياة الملك نفسه. طيب اللي جاب هنقول إيه؟ أبريتند كينجز لايف صعبة ليه؟ هاز ماني ديوتيز، عنده واجبات كتير تو دو، إنه يعملها. بسايد ذات يا جماعة، بالإضافة هايدنج هيز ايدنتيتي، يعني هو الراجل اللي بيقوم بدور الملك راسنديل هيقوم بنفس واجبات الملك، لايك مثلا رانينج ذا كانتري، إدارة البلاد. بالإضافة كده هيحاول بكل الطرق هايدنج، يخفي هويته الأصلية. جميل يا مستر طلال. شوف مع بعض question number 12 بيقول what did Sept mean by saying to Rassendyll if you disappear the game is over. هنا مستر أحمد يا جماعة بيقول لنا يعني سبت بيقول لراسنديل if you disappear، لو أنت اختفيت من وجود، مبقتش موجود، the game is over، اللعبة انتهت، اللعبة إنك أنت تقوم بدور الملك انتهت خلاص. طب إزاي؟ هنا يا جماعة if مايكل زمن كوت راسنديل، لو رجالة مايكل قدروا يمسكوا أو يقبضوا أو يحصلوا على راسنديل they would kill both him and the king، هيقدروا يقتلوه ويقتلوا الملك. then Michael will be the king. يعني يا جماعة هنا لو قدروا يتمكنوا من راسنديل بمنتهى السهولة هيقتلوه، يقتلوا راسنديل والملك الحقيقي، وبسهولة جدا مايكل يبقى the king. جميل مستر صلاح. ننتقل لمستر رمضان التركي ونشوف مع بعض بيج نمبر 5. مستر رمضان question number 13 بيقول ايه؟ The princess was faithful or loyal or devoted to her country. Explain. تمام. تكملة لكلام مستر خالد عبد الهادي، احنا بنقول للطلبة القصة من أضمن أسئلة الامتحان وأشمالها يعني، ويمكن أكتر درجات بتيجي فيها بلا مجهود. مستر خالد كان قال إن لو الطالب حتى عنده فكرة عن القصة قاريها باللغة العربية وعنده حصيلة كلمات بسيطة جدا نعبر بأسلوبه هيجيب الدرجة النهائية فيها. السؤال بيقول يا مستر أحمد The princess was faithful أو loyal أو devoted to her country. Explain. الأميرة كانت صادقة مخلصة وفية لبلدها. بان الكلام ده إمتى؟ كان بان الكلام ده إمتى؟ أما رودولف راسنديل قال لها أنا رايح I am going for a hunting trip out of Ruritania، أنا رايح رحلة صيد لروتانيا. فما جت روما قالت له she blamed him that لم تلبها for leaving his country أو for leaving his duties، انه يسيب واجباته in his country في بلده. ده حاجه كمان، ده مش كده وبس، ده في موقف تاني كان لما هو قال لها promise me، اوعديني to be my queen if I don't come back، اوعديني ان انت تبقى الملكه بتاعتي، تبقى ملكه البلد لو انا ما رجعتش تاني. فطبعا هنا شيء agreed to be a queen for the country. يبقى الموديل انسر بتاعتنا she blamed Rassendyll for leaving his duties، ادي نمبر 1، she blamed Rassendyll for leaving his duties نمبر 1، نمبر 2 she agreed to be the queen of Ruritania. جميل. شوف مع بعض question number 14 بيقول لي what do you think Rassendyll might have done if Johann had refused to work as a spy. تمام. السؤال بيقول طب احنا عندنا يوهان ده is a servant for Michael، ده هنا خدام عند مين؟ عند مايكل. طب انا بقنعه ان هو to spy for Michael، انه يتجسس على مايكل، and to spy for me ويتجسس عليا. طب الراجل ده لو موافقش نبقى if he doesn't agree to be my spy، لو هو موافقش يبقى الجاسوس بتاعي. طبيعي جدا ان انا مش هسيبه يسيب البيت بتاعي، لازم احبسه، لازم احتجزه. فالسؤال بيقول what do you think Rassendyll might have done، كان هيعمل ايه if Johann had refused to work as a spy، لو الراجل ده رفض يشتغل جاسوس عنده. اعتقد نقول ايه he يبقى he should have kept him او he would have kept him in the country house او in the Tarlenheim house، يا اما في بيت الريف او بيت الرهيم اللي هم كانوا قاعدين فيه. يبقى الموديل انسر if Johann had refused to work as a spy I think that Rassendyll would have kept him at Tarlenheim or at the country house. جميل مستر رمضان. شوف مع بعض question number 15 why do you think Rassendyll said that the situation in Rotania was the strangest in the history of any country. السؤال بيقول يا اولاد what do you think انت تعتقد ايه ان راسنديل قال إن الموقف اللي في روتانيا هو أغرب موقف في تاريخ أي دولة. طب ناخدها بالعربي كده بتاعنا، أنا وأخويا على ابن عمي، تمام؟ وأنا وابن عمي على الغريب، عن أنا والغريب على أخويا موقف غريب قوي. يعني أنا واحد بيمثل دور الملك أو واحد أنا عارف إنه مش هو الملك، نحارب أنا وهو أخويا المسجون الراجل الضعيف اللي أنا خطفه حاجه غريبه قوي. المفروض هو واخوه يبقى على راسندل مش العكس. فانا النهارده بنقول ايه الموقف الغريب بقى؟ هنقول ايه؟ ده كينجز براذر، ان اخو الملك اند ابريتندد كينج، والراجل اللي بيمثل دور الملك عليهم، الراجل اللي خد منهم الكرون او الثرون بتاع العرش، مالهم بقى؟ ستارت دور، بدأوا حرب فور ذا لايف اوف ذا سيك كينج ات ا تايم اوف بيس. وده كان وقت سلم، مفيش حرب، الدنيا بيس، مفيش اي سلام، مفيش اي مشكله ولا حاجه بين الدول ولا حتى في الدوله كلها. وانا واحد بيتظاهر بنحارب عشان اخوي. جميل مستر رمضان، تمام. ننتقل لمستر محمد منصور ونشوف مع بعض بيج نمبر 6. السؤال عندي نمبر 16 بيقول لي ايه يا مستر محمد؟ Sept was loyal and sincere to the king of Rotania. Explain. تمام. نأكد على الطلبه ان احنا عندنا في الستوري في الامتحان two kinds of questions، نوعين من الاسئله. السؤال الاولاني بيكون critical thinking questions، ودول بيبقوا 3 questions، 3 اسئله، وحضرتك مطلوب منك تجاوب سؤالين، كل سؤال بدرجه ونص. ثم حضرتك بتتعرض لسؤال مالتيبل تشويس، اختيار من متعدد، بيجيب لك 4 اسئله بتجاوبهم الاربعه، بيكون كل سؤال عليه 4 اختيارات، مالكش غير اجابه واحده بس بتختارها، ومالكش حل اخر في سؤال الاختياري. ب7 درجات في الامتحان، لو ركزت قوي تضمنهم في امتحان ثانويه عامه السنه دي. سؤال نمبر 16 اللي حضرتك اتفضلت وقريته لنا، سبت كان مخلص وكان سنسير، كان لويال اند سنسير تو ذا كينج اوف ريتانيا، كان يتمتع بالولاء والاخلاص لملك ريتانيا. اشرح. طبعا كلنا عارفين ان سبت كان loved the king so much، كان بيحب الملك جدا، and hated anything، وكان بيكره جدا وكان زعلان ان اي شيء would happen to the king ممكن يحصل للملك. عشان كده نمبر 1 سبت made a plan to save the king، وضع خطه لانقاذ الملك. ازاي؟ he suggested that Rassendyll would replace the king، اقترح ان راسندل يحل محل الملك and to attend the coronation، وان يحضر حفل التتويج. he accompanied Rassendyll، هو اصطحب راسندل وراح معاه everywhere، في كل مكان. في البداية في الرحلة he told Rassendyll about the king's interests، حكى راسندل عن اهتمامات الملك، likes الحاجات اللي بيحبها، حكى له عن points of weaknesses نقاط الضعف بتاعة الملك كلها. عرفنا برضو ان the hunting lodge في كوخ الصيادة when they didn't find the king، لما ما لقوش الملك، لما لقوا جوه طبعا the body of Joseph he was very worried، كان قلقان جدا that something bad happened to the king، كان قلقان ان يكون حاجه سيئه حصلت للملك. حتى في نهايه القصه سبت stopped راسندل from telling فليفيا، منع راسندل انه يخبر فليفيا كل شيء عن القصه، لان راسندل في اخر القصه كان بدا يضعف وكان عايز يحكي لها كل شيء، فهو منع راسندل، كان واقف في كل خطوه to save the king، كل ده عشان he loved the king. يبقى لو جاب لي سؤال عام اثبت ان سبت كان بيحب الملك ومخلص ليه، هقول he made a plan، هو وضع خطه to save the king and helped راسندل in his journey، وساعد راسندل في الرحله كلها. جميل مستر محمد. question number 17 بيقول لي why do you think that Rassendyll wants to tell Princess Flavia that he is not the real king؟ السؤال رقم 17 معناه ليه بتعتقد ان راسندل اراد ان يخبر الاميره فليفيا ان هو مش الملك الحقيقي؟ طبعا الاجابه واضحه جدا، because راسندل was a man of principles، راسندل ده كان رجل ذو مبادئ، كان عارف ان it wasn't fair for فليفيا، كان عارف انه ليس عدلا for فليفيا or for the Ruritanians لشعب الروريتانيا to stay the king، ان هو يفضل ملك. so he told هو كان حريص جدا ان هو يحاول انقاذ الملك، وفي نفس الوقت كان ناوي ان هو يقول لفليفيا، لان هي نوز كان عارف ان شي وود بي، انها ستكون ذا فيوتشر وايف، انها تكون الزوجه المستقبليه للملك، فقال طبعا هي لازم تعرف كل حاجه عن جوزها. ثانيا المبادئ اللي كانت عنده كان حاسس ان غلط جدا ان هو يستمر الملك، فكان عايز يقول لها الحقيقه. جميل. شوف مع بعض question number 18 and the last one of this kind بيقول لي ايه؟ Why do you think Duke Michael was his father's favorite son؟ طبعا سؤال محترم جدا ومن الاسئله اللي كانت مستخبيه كده في القصه، لماذا تعتقد ان الدوك مايكل كان هو الابن المفضل لوالده؟ كلنا عارفين طبعا ان الوالد كان عنده ابنين، وكنا عارفين ان ذا كينج رودولف هو رودولف هو اللي هيبقى الملك، وكان عارفين كمان ان الدوك مايكل كان ذا هاف برادر، الاخ غير الشقيق، كان اخوه بس من ام ثانيه. ايه اللي يخلي الملك يحب دوك مايكل، الاب يحب دوك مايكل عن اخوه اللي هو رودولف؟ اكيد طبعا لان دوك مايكل was popular with his people، كان محبوب جدا لدى الشعب بتاعه. ليه تحديدا؟ because he did، لانه كان بيقوم بكل البوليتيكال ورك، بكل العمل السياسي داخل الدوله والديوتيز والاعمال. يبقى لانه كان محتك بالناس he did more political duties than the king. هو كان بيقوم بمعظم الامور السياسيه اكتر من اخوه، فبالتالي كان هو المحبب لدى his father. احسنت مستر محمد. هننتقل لنوعيه ثانيه من الاسئله اللي هي تشوز ذا كوريكت انسر، وهنبدا مع مستر نبيل بكير بيج نمبر 7. اتفضل مستر نبيل. ده جمل يا جماعه مالتي بتشويز، اختيار متعدد، بيجي لك 4 اسئله زي ما مستر محمد قال، بتحل 4 اجباري طبعا. نمبر 1، why does Fritz von Tarlenheim ليه Fritz von Tarlenheim say that he understands Rudolf Rassendyll well؟ ليه فريد بيقول ان هو في understanding بينه وبين رودولف، في هارموني بينهم الاثنين؟ فجايب لي 4 اختيارات، they are both officers، كلاهما officers for a king or queen، الملك او الملكه. They both look like the king. They both want to meet the duke. كلنا عارفين ان راسندل كان اوفيسر في الكوينز ارمي، وفريد كان اوفيسر في الكينجز ارمي، فاكيد يا جماعه ليه في تفاهم الاثنين. زي انا مثلا، انا مدرس ومستر خالد مدرس، اكيد في اندرستاندنج، ده طبيب وده طبيب يبقى في اندرستاندنج، ده مهندس وده مهندس، اكيد في اندرستاندنج. فالاجابه المنطقيه طبعا عشان they are both officers for a king or queen. Number 2، what was the city of Strelsau like؟ عاصمة Strelsau like too modern، هل هي كانت حديثة؟ too very old، قديمة. too a mixture، خليط أو مزيج أو توليفة of old and new buildings. too very old، قديمة جدا. too very poor، كلنا عارفين ده سؤال أصلا مهم جدا في القصة. أنتوا عارفين Strelsau was divided into two parts، two مقسومة إلى two parts، جزئين، the new part and old part. The old part was inhabited by كان عن طريق poor people who supported Duke Michael because he promised them of change, promised them of bright life, promised them of change, and nothing would stay as it was. Well, the new part was inhabited by rich people who supported the new king because they knew that nothing would change. فالإجابة طبعا كانت مقسومة جزئين. الإجابة was a mixture of old and new buildings. Number 3، why did Colonel Sept and Fritz von Tarlenheim not eat much؟ ليه الاثنين دول ما كانوش كتير that evening؟ وده هيثبت لنا إنهم كانوا more responsible than the king. الناس دول ما كانوش كتير ليه؟ إحنا ليه أصلاً في الحياة إحنا why do people eat؟ ليه الناس بتاكل أصلاً؟ إحنا we eat to live but we don't live to eat. احنا بناكل عشان نعيش، مش بنعيش عشان ناكل. هم الاثنين دول ما كلوش كتير ليه؟ they knew that the food was poison، عارفين الطعام كان مسمم. ما لو عارفين الطعام كان مسمم ما كانش خلى الكينج كله. they weren't hungry، ما كانوش جعانين. they were very ill، كانوا مرضى. they didn't want to eat much before the important coronation. يبقى الاجابه the last one، they didn't want to eat much before، مش عايزين ياكلوا كتير جدا before the important coronation. لتر دي. احسنت مستر نبيل. هننتقل لمستر خالد عطيه ونشوف مع بعض بيج نمبر 8. اتفضل مستر خالد. طيب في بيج نمبر 8 يا جماعه عندنا سؤال نمبر 4 بيقول why did the poor people in the capital want Duke Michael to become king؟ ليه الفقراء كانوا عايزين مايكل يبقى ملك؟ زي ما مستر نبيل لسه موضح ان poor people of Strelsau supported the king and supported Michael، كانوا بيساندوا مايكل because he cared about them, promised them would change، وعدهم بالتغير وكان بيهتم بيهم، وعلى العكس طبعا the rich supported the king. السؤال بيقول بقى ليه الفقراء كانوا بيحبوا مايكل؟ تعالى نقرا التشويسز. نمبر 1 او ايه؟ they wanted things to change، عشان عايزين الاشياء تتغير يعني. they wanted things to stay as the same، تتني الوضع على ما هو عليه. they thought he was a lazy man، بيعتقدوا انه مايكل انسان كسول. they wanted a war with the king، عايزين يقوموا بحرب ضد الملك. اكيد طبعا هم بيأيدوا مايكل لان they wanted things to change مقصود بيها اللي هي نمبر ايه طبعا they wanted things to change ان هم they wanted to live well، عايزين يعيشوا كويس يعني. that's the answer number 4. concerning number 5، بخصوص بقى الجمله الخامسه what do Sept and Rassendyll find when they return to the hunting lodge in the forest؟ يا ترى راسندل وسبت لقوا ايه لما رجعوا؟ احنا عارفين طبعا ان افتر سبت اند راسندل had come back to the hunting lodge، بعد ما وصلوا هناك they found out that اكتشفوا او لقوا ايه that the king was kidnapped، الملك تم خطفه and his servant Joseph was killed، واتقتل الخادم بتاعه اللي اسمه جوزيف. ما هو لازم اكون عارف الاحداث مش حافظ. فلو احنا جينا نقرا بقى كده لقوا ايه؟ نمبر ايه؟ The body of the king جثة الملك. B the body of Joseph جثة جوزيف. C the duke اللي هو مايكل. نمبر D an empty house لقوا البيت فاضي. طبعا احنا من اللي احنا شرحناه the answer is number B the body of Joseph. يبقى نمبر 5 B. بالنسبة لنمبر 6 بتقول why can't the duke kill the real king؟ ليه مايكل ما يقدرش يقتل the real king الملك الأصلي؟ يعني although he kidnapped him بالرغم ان هو تحت سيطرته، لكن ليه مش هيستفيد حاجة من قتله؟ طبعا احنا كنا فاهمين من الأحداث ان if مايكل killed the real king، لو كان مايكل قتل the real king الملك الأصلي دوت، هو عارف بخطة سبت القديمة ان راسندل would stay king forever. مين اللي هيتنه الملك؟ راسندل، وبالتالي مش هيستفيد أي حاجة. تعال نشوف الإجابات بقى. السؤال تاني بيقول ليه ما يقدرش يقتل الملك الأصلي؟ نمبر إيه؟ He is already dead لأن الملك ميت أصلا، ودي أكيد مستبعدة. B because in Rassendyll stay the king هيتن راسندل الملك. C he doesn't know where he is ما يعرفش مكانه، إزاي ده هو اللي خطفه. D he loves his half brother بيحبه، مش منطقي خالص بيحبه، دي مفيش حاجة تثبت كده. يبقى I think the right answer يا مستر أحمد is رقم B number B then Rassendyll would stay king forever. This is the answer. جميل مستر خالد. ننتقل لمستر خالد عبد الهادي ونشوف مع بعض بيج نمبر 9. اتفضل مستر خالد. مستر احمد ثانك يو. الطلبه بتوعنا ناخد بالنا بيج نمبر 9 كويشن نمبر 7 بيقول لي What did Rassendyll do to surprise Sept and the marshal when they first arrived in Strelsau؟ ايه اللي عمله راسندل عشان يفاجئ بيه سبت ومارشال ستراكنج when they first arrived in Strelsau، اول ما وصلوا Strelsau؟ طبعا راسندل عمل حاجه هو فاجئنا كلنا، مش فاجئ بس مارشال وفاجئ بس سبت. شوف كده الاختيارات بتقول ايه. He wanted to ride through the old town alone، كان عاوز يمشي في الاولد تاون اللي معظم الناس بتأيد في دوك مايكل لوحده بدون without guards يعني. He wanted to lead all the soldiers، كان عاوز يقود هو الجنود. He wanted to meet Duke Michael، كان عاوز يقابل ديوك مايكل. He wanted to marry Princess Flavia، كان عاوز يتجوز برنس فلافيا أول ما وصل استرساو. لا طبعا واضح جدا إن السؤال إجابته هي نمبر A He wanted to ride through the old town alone without guards، مشي لوحده بدون حرس. طبعا ده سبب قلق كبير لسبت لو تفتكروا، لأنه كان خايف يجرى له حاجة، إنه ممكن يتقتل أو يصاب. Question number 8 How do Sept and Rassendyll leave the palace؟ إزاي سبت وراسندل سابوا القصر؟ خد بالك من الاماكن في القصه. البالاس غير تيرنهايم هاوس، غير سمر هاوس، غير هانتنج لودج، فخد بالك من الاماكن. البالاس ده هو لما بيجي سؤال تاني يوضحه لك يقول لك ايه؟ ليه سبت وراسندل خرجوا من سيكريت باسج؟ اجابته they didn't want anyone to see them، مش عايزين حد يشوفهم، فهتبقى دي اجابته واضحه جدا. ازاي خرجوا من القصر؟ هل through the city walls من خلال الحوائط بتوع المدينه؟ نمبر B through a large gate من بوابة كبيرة. نمبر C through a secret passage من ممر سري. طبعا هي دي الإجابة صح، مش محتاجين نقرا نمبر دي اللي هي through a cave من خلال كهف. فكده نمبر 8 الإجابة بتاعته نمبر C. نمبر 9 question نمبر 9 who are the six men، مين هم الست رجالة؟ طبعا ما فيش غير ست رجالة دايما احنا بنتكلم عنهم ومعروفين اللي هم evil men. نمبر A They are the king's special soldiers، هل هم جنود الخاصة بتوع الملك؟ هل الملك كان ليه جنود خاصة ست رجالة؟ طبعا لا. They are Duke's best friends، هم أحسن ناس أصدقاء دوك مايكل. They are the Duke's special soldiers، هم الجنود الخاصة بتوع دوك مايكل. سبت قال كده دول الجنود الخاصة بتوعه، وفريدز أكد إن هم ناس سيئين جدا. They are men who work for Colonel سبت، هل هم ناس بيشتغلوا عند Colonel سبت؟ لا طبعا، هم الجنود الخاصة بتوع ديوك مايكل اللي ساعات بنقول عليه ذا بلاك مايكل. ايه بلاك مايكل ده؟ هل هو شكله اسود؟ لا، عشان شعره اسود يعني واخواته كلهم في عيله إلفبرج معروفين ان هم هاز ريد هير؟ لا، عشان هو بلاك مايكل هي هاز بلاك هارت، عنده قلب اسود وبيحقد على اخوه، فعشان كده ممكن يقول لك بلاك مايكل. ثانك يو، ذيس از انسر بيج نمبر 9 مستر احمد. جميل مستر خالد. بس ثانيه خلاص، السكس منهم لازم الاس تبقى كابيتال، لو جاب لي سكس سمول ما اختارهاش، عشان سبيشال جاردز. تمام، يعني في مالتيبل تشويس شفتها انا جايب 6 سمول 6 كابيتال. لازم اختار الاس كابيتال عشان ده سبيشال جاردز لديوك مايكل. جميل. تمام تمام. جميل مستر نبيل. ننتقل لمستر صلاح عبد الله ونشوف مع بعض بيج نمبر 10. اتفضل يا مستر صلاح. يبقى انا هنا السؤال رقم 10. How did Sept know that the king was at the castle of Zenda؟ يعني ازاي سبت عرف ان الملك كان موجود في قلعة زندا؟ اول اختيار because the king wrote to him، الملك كتب لسبت وقال له. B the drawbridge to the castle was always up، يعني عشان الدروبريدج اللي بيؤدي للقلعة كان up. ولا the six men told him، ست رجال اخبروا سبت. ولا he saw him there، شاف الملك هناك. طبعا اصبح من الواضح الاجابه لتر بي ذا درو بريدج تو ذا كاسل واز اولويز اب، كان دايما ايه مرفوع. 11 واي ديد انطوانيت دي موبان رايت ذا لتر تو راسندل؟ ليه انطوانيت كتبت الخطاب لراسندل؟ عندنا تشوز بتاعتي شي وونتد تو هيلب هيم، كانت انطوانيت عاوزه تساعد راسندل. بي شي وونتد تو هيلب ذا كينج، عاوزه تساعد الملك. مايكل told her to write it، مايكل قال لها تكتب الخطاب ده. دي سبت asked her، سبت طلب منها ان هي تكتب الخطاب. طبعا يا جماعه أنطوانيت دي موبان كتبت الخطاب ده. letter C مايكل told her to write it، مايكل طلب منها ان هي تكتب هذا الخطاب. 12 راسندل wants Princess Flavia to be the new ruler of Rotania if anything happens to the king because، يعني راسندل أراد إن فليفيا تبقى الحاكم للروتينيا لو حصل شيء للملك. الاختيارات اللي عندنا letter A he thought that she would be rich، اعتقد لما تحكم روتينيا هتبقى غنية. الاختيار الثاني he wanted to marry her، علشان كان عاوز يتزوج منها. C he thought that she is better than the king، اعتقد ان هي افضل من الملك. letter D طبعا this would stop Michael from becoming king، ان ده هيمنع مايكل من ان هو يبقى الملك. ودي الاختيار اللي عندنا اللي من اجله راسندل اختار فليفيا to be the new ruler، تكون حاكم لروتينيا، عشان دوت هيمنع مايكل from becoming a king. letter D. جميل مستر صلاح. ننتقل لمستر رمضان التركي ونشوف مع بعض بيج نمبر 11. اتفضل يا مستر رمضان. طيب تحياتنا. كويستشن نمبر 13 واي وير 3 اوف ذا 6 مين ات ذا كاسل اوف زندا؟ زي ما قال مستر خالد ومستر نبيل احنا عندنا 6 مين. مين ال 6 مين دول؟ 6 مين ذي ار ذا جاردز اوف مايكل، دول حراس مين؟ مايكل، اللي هم البلاك مايكل، الايفل مين، الناس الشرير اللي هو بياخدهم معاه في اي مكان هو بيروحوا. دي وير فيري لويال تو مايكل. طب انا السته الحراس بتوعي اللي ماشيين معايا في كل مكان، ليه نصهم اتقسموا بقى؟ واي وير 3 اوف ذا 6 مين ات ذا كاسل اوف زندا؟ اكيد انا عندي حاجه مهمه في الكاسل. ناخد اختياراتنا ليتر ايه؟ دي وير لوكينج فور ذا ديوك، هل هم كانوا بيدوروا على الديوك؟ هم ماشيين معاه السته على طول، هل الثلاثه دول بيدوروا عليه؟ ليتر بي دي وير جاردنج ذا كينج، هل بيحرسوا الملك اللي هو خطفه؟ هو مايكل كيدناب ذا كينج اند كيل جوزيف، هي كداب ذا كينج ذا كاسل اوف زندا، هل هم بيحرسوه هناك؟ دي وير لوكينج فور راسندل، هل الناس دي بتدور على راسندل؟ طب ليتر دي وير ريبيرنج ذا دراو بريدج، كانوا بيصلحوا الجسر. لو انا مركز في القصه وقاريها بس مجرد قرايه، الناس دول ليه في القلعه؟ تو جارد ذا كينج، تو جارد ذا كينج، يبقى الاختيار بتاعنا ليتر بي دي وير جاردنج ذا كينج. كويستشن نمبر 14 أنتونيت دي موبان واز نو لونجر ستينج ويز مايكل از his guest because، طبعا احنا عارفين ان مايكل invited Antoinette de Mauban to be his guest at the coronation، هو عزمها ان تبقى الضيفه بتاعته في الكورونيشن، وده طبيعي انها تقعد عندي في البيت. طب انا امتى ما بحبش الضيف يقعد معايا؟ لو بيشاكل معايا كتير، لو بيتكلم معايا كتير، لو بيناقشني كتير، وانا ديكتاتور، انا صاحب راي واحد، مش عايز حد يكلمني تاني. فانا اما اشوف اختياراتي they were now married، هم اتجوزوا دلوقتي. They wanted to leave Rotania، هل هي عشان كان هي she wanted to leave Rotania، عايزه تسيب روتانيا. They had a big argument، في حوار وجدال بينهم كده كتير. she was trying to catch راسندل. هل هي عايزه تمسك راسندل؟ لو انا برضو قاري القصه كويس، كان احدى مشاكل انطونيت دي موبان مع مايكل they had a long and a big argument. يبقى اختيارنا لتر سي. السؤال الثاني بقى غريب قوي اللي هو نمبر 15. What did Rassendyll think helped people to forgive his mistakes in Strelsau؟ ايه اللي يخلي واحد، ايه اللي يخلي الناس تنسى اخطائي؟ ايه اللي يخلي الناس تنسى اخطائي؟ في مثل عندنا بيقول عدوك يتمنى لك الغلط وحبيبك يبلع لك الزلط. تمام؟ يعني عدو، الامثال دي بتفكرني بقصه، فانا النهارده لما حد يقول لي ايه اللي يخلي الناس تنسى اخطائي؟ الناس تنسى اخطائي ان انا ابقى مشهور بينهم، ان انا ابقى محبوب في وسطهم. لو انا محبوب وعملت اي مشكله الناس هتنساها تماما. شوف اختياراتنا. he was growing in popularity. هل شعبيته زادت قوي قوي فخلى الناس تنسى اخطائه؟ he was good at pretending. هل ان هو بيمثل كويس جدا فالناس نسيت اخطائه؟ الناس ما تعرفش اصلا ان هو الملك، ان هو بيمثل دور الملك. He forgot all the rules. هل هو ناسي كل القواعد؟ ولا they know that he was not the king. طبعا اللي يخلي الناس تنسى اخطائه he was growing in popularity، ان شعبيته زادت قوي بين الناس، فطبعا ده يخلي الناس ايه، تنسى اخطائه. تمام مستر رمضان. ذاتس اول مستر. ننتقل لمستر محمد منصور ونشوف مع بعض بيج نمبر 12. اتفضل مستر محمد. سؤال نمبر 16. يس. What did Rassendyll use to escape from the summer house؟ ماذا راسندل استخدم لكي يهرب من السمر هاوس، المنزل الصيفي؟ خلينا متاكدين ان كان عندنا ثلاث اماكن مهمين، السمر هاوس، تارنهايم هاوس، والهانتنج لوج. الهانتنج لوج راسندل اند سابت escaped through a gap، هربوا من خلال الثغره. بات راسندل had a bullet in his finger، ولكن راسندل اصيب بطلقه بعد كده في صباعه. عرفنا برضو ان كان في تارنهايم هاوس روبرت هينزاو tried to kill راسندل، حاول يقتل راسندل فيه. he stabbed him in the shoulder، طعنه في كتفه. لكن هنا في السمر هاوس when أنتوانيت دي موبان، لما أنتوانيت دي موبان invited راسندل، دعت راسندل to visit her، أن يزورها at midnight، في منتصف الليل هناك، to tell him the secrets of Michael، لكي تخبره عن أسرار مايكل. هناك كان طبعا في تراب، كان في مصيده معموله له من ديتشارد وبيرسونين وديجوتيه، كانوا كلهم جاهزين هناك عشان يقتلوا راسندل. بيقول لك بقى ايه الحاجه اللي استخدمها راسندل عشان يهرب من المنزل الصيفي؟ هل لادر، سلم، ولا ميتال دور، باب حديد، ولا تشير، كرسي، ولا 50,000 انجلش باوند؟ طبعا الحاجه اللي معلقه معاكم كلها كانت التيبل، الترابيزه. طبعا مفيش هنا في الاختيارات الايرن تيبل، الترابيزه المعدن. الاجابه هي اللادر اللي انطوانيت اخبرته انه هيلاقيه جنب السور فهيطلع بيه لبره. السؤال نمبر 17. مايكل wanted to marry princess فليفيا because مايكل كان عايز يتجوز الاميره فليفيا. ليه؟ لان he loved her، كان بيحبها، ولا he wanted to become king legally، ولا كان عايز يصبح الملك شرعيا، ولا he wanted to stop the king marrying her، ولا كان عايز يمنع الملك من الزواج بها، ولا he wanted to stop راسندل marrying her، ولا كان عايز يمنع راسندل من الزواج منها؟ طبعا كلنا عارفين ان مايكلز ماذر wasn't royal، والدة مايكل لم تكن من العائلة الملكية. So مايكل can't become king legally، عشان كده مايكل ما ينفعش يبقى الملك شرعيا. So he should marry one of the royal family، لازم يتجوز حد من العائلة الملكية، ما قداموش غير فليفيا. يبقى الإجابة بتاعتنا هتكون بليتر بي، he wanted to become king legally. آخر سؤال. How did Robert try to stop Rassendyll and his men from visiting the castle of Zenda؟ كيف روبرت حاول منع راسندل ورجاله من زيارة قلعة زندا؟ طبعا بناء على تعليمات الدوك مايكل he wanted them to be away from the castle، كان عايزهم يبقوا بعيد عن القلعة because he had a plan there، لأنه كان عنده خطة هناك and he imprisoned his brother، وكان حابس أخوه هناك فكان عايز يبعدهم. يا ترى قال لهم إيه؟ he said that the duke had a dangerous illness، قال لهم إن الدوك عنده مرض خطير، ولا he said that there was nobody at the castle، ولا قال لهم القلعة أصلا فاضية ما فيهاش حد، ولا he said that the building was going to fall down، ولا قال لهم المبنى هينهار، ولا he said that the servants were all dangerous، ولا قال لهم ان الخدم كانوا جميعا رجال خطيرين؟ طبعا كلنا عارفين ان هو كذب على راسندل وقال he said that the duke had a dangerous illness، قال له ان الدوك ورجاله كانوا يعانوا من مرض خطير وده ما كانش حقيقي، كان عايزهم يبعدوا بس. يبقى الاجابه بليتر A and that was the last question، وده كان اخر سؤال. ثانكس مستر محمد. السؤال الأخير اللي هنختم بيه مع مستر نبيل بكير. What is your evaluation of the role of Rudolf Rassendyll in the story as a whole? In general. اللي هو اللي بيقول لك تاني كده your evaluation of the role of Rudolf Rassendyll in the story as a whole. طبعا رودولف راسندل بلاي ذا فايتال رول، ده لعب دور حيوي جدا جدا ان ريسكينج في انقاذ طبعا ذا سور اوف روتينيا. He played the role of the king very well because he looked exactly like the king. He was honest. He didn't try to make Prince Flavia fall in his love because he knew that he was not the person whom did she mean. I think that he played a vital role in risking the throne of Rotania. Thank you, Mr. Nabil. لو في أي حد عنده أي additional information جدا معلش. اتفضل مستر نبيل. السؤال بتاع التشوز بتاع نمبر 16. What did Rassendyll use to escape from the summer house؟ هو هنا مش جايبين في الجملة هنا اللي هو الايرن تيبل أو الميتال تيبل. فالإجابة أوكي تمشي لادر. لكن هو لو جاب لي اللادر وجاب لي الميتال تيبل لازم اختار الميتال تيبل. لو جم الاثنين في الاختيارات اوكي طبعا. اختار بيقول لي هنا في السمر هاوس، لكن هو استعمل لادر باست بمحاذاه السمر هاوس بره السمر هاوس. لكن يعني لو حط لي في الجمله دي لادر وحط لي ميتال تيبل هختار ميتال تيبل. ما جابش ميتال تيبل يبقى الانسر طبعا صح اللي هي لادر. سؤال مهم جدا وعمل كونفيوجن السنه اللي فاتت بطريقه مش طبيعيه. جميل. بنشكر طلابنا الاعزاء واتمنى ان يكونوا هم استمتعوا معانا في الحلقه الجميله دي، وبنشكر ضيوفنا الاعزاء اللي كانوا معانا في الحلقه، مستر نبيل بكير شرفتنا، مستر خالد عطيه، مستر خالد عبد الهادي، مستر صلاح عبد الله، مستر رمضان التركي، مستر محمد منصور. نتمنى نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله، وبالتوفيق دايما لكل طلابنا الاعزاء. شكرا.